ثم إن صاحبنا قد نزل بك وخلفت يا وراء أضره وافتقر إلى مالك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا سمدي كان رجل طيب الله يرحمه ويغطسوا في الجنة النعيم، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. اليوم فقدنا واحد صديق عزيز ومنتج فني سيد مهدي بالخياط، الله يرحمه وجل عليه المغفرة، ولكن أنا بالنسبة لي قبل ما يدخل الميدان الفني هو صديقي وكبرنا مجموعين وكان طيب العشرة، وميمكنش تلقى شي حد تسولو لا من الميدان الفني ولا من الناس ديال فاس ولا من الناس دار بيضاء طبعاً تقول له المهدي بالخياط الله يعمرها دار. مشاو خلى واحد الصدى طيب اثر فينا بزاف لانه ما كناش تنتظروا، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ وجه الاجل ديالو. شكرا لكم. اولا عزاؤنا واحد في خونا وصديقنا مهدي بالخياط، اللي اليوم انا ما تنعتبرش راسي صديق ديالي، كنعتبره خويا الكبير، واللي دوزت معاه مرحله كبيره من حياتي لا الشخصيه ولا العمليه، وكنت يعني قريب ليه دائما، ويعني والحمد لله للناس اللي كيعرفوه من البعيد والقريب كيشهدوا له بالطيبوبه وكيشهدوا له بالاخلاق العاليه. فنتمنوا من الله عز وجل انه يرحمه في هذا النهار ويوليه برحمته ويصبرنا حنايا بعدا، لان فريمون حنا كنا قريبين له بزاف وكنا عايشين معنا. يلا هذه ما كملش يومين وانا كنهضر انا وياه، واخا كنا بعد ما كنهضر انا وياه اترافير لي ريزو سوسيو. فالله يرحمه الله يرحمه. ورساله للناس ان الدنيا ما فيهاش ثقه، كيما بغيتي تكون صغير كبير فنان ولد الشعب كيما بغيتي تكون، راه الموت ما كترحم حتى شي واحد. كان مهدي قدامنا واقف ما فيه حتى شي حاجه، من بعد تقريبا شهر وشويه ها هو دات فارقنا للدار الاخيره. الله يرحم الله يرحم. كان فرق صعيب بزاف ومؤلم لكل الاحباب وكل الاصدقاء ديالو، فالدعاء ديالنا في هذا النهار هذا اللهم تعالى يصبر الوليدات ديالو الزوجه ديالو والوالدين ديالو. صراحه ما سخيناش به ولكن كلنا لها. صراحه كانت علاقه اخويه علاقه صداقه الحمد لله. تفاجئنا بخبر المرض ديالو مؤخرا، حاولنا نتواصلوا معاه الحمد لله كان كيجاوبنا غير الا مؤخرا هذه واحد الاسبوع طمأنا على الحاله ديالو، قال لك راه كيتعافى، كان قال لنا راه كنتعافى الحمد لله وراني كنتداوى. فهذا ما تنساوناش من خير الدعاء، ضمينا على ان الامور غاديه في المجرى الايجابي ديالها، ولكن قدر الله ما شاء فعل وماشي خساره في سيدي ربي. وفى الاجل البارح في ساعات متاخره من الليل فوجئنا كاملين بخبر نزل علينا كالصاعقة على الاحباب ديالو والاخوان ديالو. فالفرق كان صعيب، ولكن فاش كتامل هذه سنه الحياه. انا لله وانا راجعون، ورحمه الله عليك خويا مهدي، وان شاء الله نتمنى الله يثبتك عن السؤال ويرزقك جنات النعيم يا رب. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.